في الحقيقة الحكومة بتنفذ خطة للتوسع في افتتاح معارض أهلا مدارس. معارض أهلا مدارس بتيجي كل سنة بتبيع المستلزمات المدرسية والمكتبية اللي بيتم تنفيذها بكل المحافظات بخصم مميز جدا، بيوصل من أو بيبدأ من 15 لغاية 30%، وطبيعة الحال الهدف هو التخفيف عن أولياء الأمور في موضوع مصاريف المدارس أو الدخول على العام الدراسي الجديد. المميز في معارض أهل المدارس أنه بيكون متوفر فيها كل مستلزمات المدرسة، يعني من أول القلم والكراسة والكشكول لغاية الأدوات الخاصة بالهندسة وخلافه، وكمان أيضا في رقابة مشددة هناك على قصة الجودة وعلى قصة أيضا الأسعار المقدمة. ده مهم قوي مصطفى بالنسبة للأباء اللي بيروحوا يحرموا المدرسة، أول حاجة يلاقوها كده لستة السبلايز قد كده. بالظبط، يعني مهم قوي إن المعارض دي تبقى فعلا موجودة. عايزين نعرف بقى تفاصيل في كل المحافظات. صحيح، بالظبط، تفاصيل أكتر عنها. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل أستاذة بسنت، وصباح الخير للسادة. اهلا بيك يا فندم. يعني عايزين نعرف نسب التخفيضات في الاسعار على المستلزمات المدرسيه بتوصل من كام لكام تقريبا، يعني داخل معارض اهل مدارس؟ ده طبعا على حسب نوع السلعه. احنا يمكن السنه دي كان التكتيفات دوله رئيس الوزراء بحاجتين مهمين جدا، ان احنا نرفع الجوده لكل المستلزمات اللي موجوده، نمره 2 نزود اكبر نسبه من الخصم. فاحنا خاطبنا جميع الشركات ونزلنا اعلان في الجرايد بنطلب من الشركات ان هي تدينا الاسعار ونسب الخصم. نسب الخصم تتراوح من 15 ل 30% على حسب نوع السلعه وعلى حسب مستورده او محليه ونسبه المكون الاجنبي فيها. اللي يمكن الجديد هذا العام، اولا دي شراكه تامه بين الحكومه والقطاع الخاص. كويس. الحكومه ممثله طبعا دوله رئيس الوزراء، وزير التموين معالي وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطبعا معالي وزير الصناعة والنقل نائب رئيس الوزراء، مع الغرف التجارية في 27 محافظة. كل غرفة بتقوم بإنشاء المنفذ بتاعها، بتديره، بتورد، تضمن إن البضاعة متوفرة طول الوقت. السادة المحافظين موفرين الأراضي، وإحنا يمكن تم افتتاح لحد دلوقتي منفذين، منفذ غرفة أسوان ومنفذ غرفة الغربية، وستتوالى خلال الأيام القادمة المنافس كلها منتهية بالمعرض الرئيسي في محافظة القاهرة. أنا بقى عايز أعرف قصة المحافظات تحديدا، لأن ده اللي يهم أهالينا في بر مصر وفي صعيدها وفي كل الأماكن. التوزيع الجغرافي عامل إزاي؟ المواعيد هتفتح إمتى؟ جميع المناسبات، يعني سواء أهل مدارس العودة، أهل رمضان، كل المناسبات اللي بنعملها بنبقى مغطيين المحافظات بالكامل، ال 27 محافظه بالكامل. اللي اهم من ده ان دوله رئيس الوزراء وجه لمعالي وزير التنميه المحليه، بدل من التكاليف الكبيره اللي بنعملها عشان ننشئ المنفذ ونهده وبعد كده نرجع نبنيه تاني لموسم اخر، هيبقى فيه منافذ دائمه. كويس. طول السنه. كويس. في ال 27 محافظه، وهتوفر سلع غذائيه مخفضه طول السنه. كويس. ولما يجي موسم العوده للمدارس يعني هتشتغل اهل رمضان وهتشتغل اهل المدارس وهتشتغل كل المعارض الحكوميه حتى في الاعياد، مثلا عيد الفطر، عيد الاضحى، اللحمه، كل الكلام ده. قصد حضرتك احنا يمكن كمان في العوده للمدارس احنا مش بس مركزين على مستلزمات المكتبيه فقط زي ما حضرتك ذكرت، ولكن احنا داخلين في بعض السلع الجديده. اولا دلوقتي بقى المدرسه مرتبطه بالحاسب الالي ومستلزماته. كويس. فبالتالي الحاسبات الاليه متوفره في المنافذ مخفضه، وهيبقى في فروع للبنوك للتقسيط للسداد ليها. جميل. في نفس الوقت هيبقى في تيتشنج ايد اللي هي المعينات للساده المدرسين، الادوات الحديثه اللي بيحتاجوها للتدريس هتكون موجوده هذا العام، الى جانب السلع الغذائية الأساسية اللي بيحتاجها الطالب وهو رايح المدرسة، حاجات سندوتش المدرسة دي برضو وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية هتبقى موفراها بتخفيضات عالية جدا. دكتور علاء، بعض يعني لو أنا دلوقتي عايزة أعرف بالظبط فين مكان المعرض في المحافظة اللي أنا فيها، هل في ويب سايت بدخل عليه مثلا أقدر في عند حضرتك الويب سايت بتاع كل غرفة لكل محافظة، الويب سايت بتاع المحافظة نفسها، لان حتى اللي بيفتتح المنفذ في كل محافظه السيد المحافظ مع السيد رئيس الغرفه.
دي شراكه تامه بين الاثنين وموجود على الويب سايت بتاعتهم. الى جانب التغطيه الاعلاميه هننزل على الويب سايت بتاعه اتحاد الغرف كشف كامل بالعناوين في كل المحافظات، الى جانب ان ده هيطلع ببيان للاعلام عند اكتمال ال 27 محافظه. طيب البعض ممكن يفتكر انه عشان الاسعار مخفضه ان الجوده هتبقى ضعيفه، فالنهارده بالنسبه لجوده المعروضات بقى ايه الشروط اللي خليني اقول بتطابق او يعني تخلي المعروضات دي بتطابق مقاييس الجوده بشكل مميز؟ هل هي يعني انا النهارده عايزه اطمن في هذا المجال؟ نمره واحد، السلعه الموجوده في المنفذ هي نفس السلعه اللي موجوده في الاسواق، الفرق ان انا باخد السلعه من المصنع او المستورد مباشره الى المنفذ وانا بدفع تكلفه المنفذ بالكامل، بندي المكان مجانا، وبالتالي التكلفه والارباح بتاع تاجر الجمله وتاجر نص الجمله وتكرار النقل ده بلغي تماما، ده بيزود لي من الخصومات الى جانب الخصم الممنوع من المورد نفسه، فده بيديني خصم كبير. من ناحيه المواصفات هناك رقابه صارمه من الغرف التجاريه، من اتحاد الغرف التجاريه وكافه الجهات الرقابيه التابعه لوزاره التموين والجهات الاخرى في الدوله. يعني احنا بالظبط يا مصطفى احنا شايفين حتى الشنط اللانش بوكس يعني صحيح، والكراريس واللام، انا شايف كل المواضيع ما بتختلفش خالص عن اي مكان ممكن تروح فيه او اي رب اسره بيجيب حاجاته لاولاده بشكل يعني محترم في مكان محترم. يبقى هنا دور الدولة مهم جدا ان احنا نأكد ان المعارض الحكومية هو دعم مباشر من الدولة بتقوم به في كل المواسم، سواء اهلا رمضان سلع غذائية، سواء قصة اللحوم في عيد الأضحى، سواء حتى اهلا مدارس في اسعار المدارس. شكرا للدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية على هذه المداخلة على هذه المعلومات، شكرا لك يا دكتور.